جاي المدرسه من غير غطي على راسك؟ ما قبل الحصة قالت لي البس عباية على الراس واغطي وجهي. طيب ايش رايك نزوجك؟ ها ما يضحك. وغطي وجهك بقول لك اختي. ما حد يصدق. بعدين انا احلى منك مليون مرة عشان اصير اختك. غالي عليك. ابي اشتري سيك عشان اسابق عبد الله. والله يعني ما تدري بنات ما يكبون السياكل. بتصير بشيلتك بشيلتين لما تخسر قدام بنت. زين انا مش اتكلم تدري ما بيك تبيع سيكل لاي احد. يما منك اذا بغيتي شيء ما حد يقدر عليك. وش عندك واقفه عنده؟ ما انت فيها ما فيها الا سامر جعب. لا تجي روح حط راسك براس امك ما عندكم سالفه غير العرس. يعني شو نسوي فيك الحين؟ نطردكي؟ وكل هذا ليش؟ عشان ما خليك تشتري سيكل؟ وجده تدرين بتزوجك لما نكبر صح؟ أبيك تكونين أسعد إنسانة في الدنيا.